السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية اخوان حبيبنا. موعد اكل الزواجن طبعا. يعني اخوان الطير حتى لو كان جعان من الطبيعي انه الطير يكون جعان لانه موعده اجل. عارفني بطلع بالموعد هذا فقاعد بيعرفني ان انا جعان، برحب فيه بقول لي مثلا طولت شوي الحكي هذا. لكن انا يا اخوان ما بقدر اضلني نايم عند الحمام، كل ما تجوع اطعميها عد راحة. يا اخوان هو مش مبدأ اني انا ما بطعمي الحمام، بطعميهم هي هان الفكرة يا اخوان. ايوه ما شاء الله ميتهم عندهم، وهي العلف عندهم مجرد ما يأكلوا يشبعوا سلامتك. وحيزيد علف عشان تكونوا عارفين، حيزيد علف. بس بالنهاية انا كمان الي عندهم علفة او الهم عندي علفة، يعني قبل المغرب على الساعة 6-7 هيك، على 7 لما بطلع انا بطلع بحط لهم كمان علبة، بس مش علبة من هاي، علبة اللي هي مثلا كيلو بتيجي 900 جرام كيلو للحمام. فيعني هم بأكلوا مني باليوم تقريبا 4 كيلو، مع العلم انه في ناس بحط للكمية هاي بالذئب تقريبا بحط لهم اقل من 3 كيلو، انا بحط لهم الصبح 3 كيلو الصبح وكيلو المساء 4 كيلو، المجموع كامل لهم بتاكل الحمام. فهاي هي الفكرة اخوان، بتمنى تكونوا عارفين الفكرة. ما بقدر اظني نايم عند الحمام، انا اول ما اشوفه جاع اطعميه، زائد انه له موعد ياكل فيه، له موعد ياكل فيه واحنا ما بنخلفه. طبعا من هاي في جوز ما شاء الله بيضات، يمه هاي البيضه شايفينها يعني، وهي جوز بيضات في الجن ها كمان. كويس 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 ما شاء الله الحمام يعني امورها طيبه. دول فرخين فاكسات. طبعا اليوم اخوان راح نفك الحمام الجديده ونكشها، هاي اليوم الثالث لهم، بتنشروا على السطح، حفظوا السطح امورهم تمام ان شاء الله. اليوم الثالث لهم، يعني اليوم امبارح انا فكيت 4 مساويد عشان برضو يفكوا جنحانهم ويعرفوا انهم بطيروا واللزيق ما يكون مأثر على جسمهم على ريشهم. الحلقة هاي يعني ان شاء الله راح نكش الحمام كلها، اللي هي ايش الحمام الجديدة كلها، الخمس مساويد ان شاء الله اليوم راح نكشهم على الفيديو ها. طبعا يا اخوان امبارح كان اول يوم تنشير، اول امبارح سوري. ثاني يوم زي ما فرجيتكم من الصبح كامل طول اليوم كامل بتنشرات. اليوم ان شاء الله يعني حيكون اخر يوم لهم اللي هو تنشير، وبعدين حنكشهم. شباب انا ومالك قاعدين نطعم الحمام، عمار معنا، الحمام جعانة زي ما انتم شايفين، لانه قلنا لكم احنا قاعدين بنعلمهم على الاكل يتعودوا ياكلوا اي شيء. بس اليوم اخر يوم بنجوع فيه، الا اذا لقينا الحمام برضه بتنقي العلف، اذا لسه برضه بتنقي العلف راح نضطر برضه نجوع كمان. بس بدي افرجيكم شغله، مش حطعم الجوز هذول، جرب غير لهم معلقتهم، انا راح اغير لهم معلقتهم، بس بدي افرجيك شغله ضروريه قبل ما اغير معلقتهم. شايفين كيف اكلوا العلف؟ هذا كليته قش. لما انا فرجيتك امبارح كان عندهم علف ومش راضيين ياكلوه، هذا بيدل على انهم هم الجوز اصلا تعودوا ياكلوا اللي بدهم اياه. تعودوا ياكلوا اللي بدهم اياه. هذا الحكي امبارح، حط امبارح فرجيتكم كان في علف، اليوم ما فيش علف، ماكلينه كله. طب هذا بيدل على ايش؟ بيدل على انه الجوز هذول مدلعات. وانا قاعد بزيد دلعهم لما بحط لهم علف بالزياده اول باول. وهذا رد عليك يا صديقي، يعني علقت التعليق، لانك اذا ما بتفهم بالحمام وبطعام الحمام لا تعلق تعليق زي هيك صديقي الله يرضى عليك. هاي شايفين الحمام ما كانتش امبارح تاكل العلف وما طعمتها، انا كان لانه كان عندها علف، كان عندها علف ما طعمتها،
اليوم اجيت لقيتهم ماكلين العلف، طب هذا بيدل على انه ايش؟ بيدل على انه الحمام مدلع. الحمام مدلع، واحنا راح نغير المعلف لعيون المهندس امجد برضه، هاي حنحط المعلف هذا. وهم حيوكلوا بس كمان يا اخوان حيعملوا نفس الحركه. فلازم تجوعهم كمان، شوف انا حيحط لهم معلفهم عادي طبيعي، ها؟ هاي كبشتين، حقول لك هاي ثلاث. وراح نراقب هاي اربعة كمان. راح نراقب الجوز هذول. نشوفهم هل راح ياكلوا العلف كله ولا راح يكبوه ولا راح يخلوه بالمعلف ينقوا على كيفهم. إذا رجعوا ينقوا على كيفهم برضه حجوعهم لحد ما يخلصوا الأكل اللي عندهم، برجع بحط لهم. فراخهم أنا بتكفل فيهم وبطعميهم، ما عندي أي مشكلة، بس أهم شيء إنه الطير ما يمشي كلامه علي أو الجوز ما يمشي كلامه علي، وأخش بمرحلة إنه مش مايل على حمامي. هاي زي ما انتم شايفين الحمام كلها قاعد تاكل، فراخها لسه ما طعمتها، بطعم الفراخ بعد ما الاهل ياكلوا ويزقوا. هاي الحمام كلها دافة راسها بالاكل وبتاكل. لو انه انا زي اول هسه كان لقيت الجوز اكل حبتين وقام، لانه الاكل مش عاجبه بده ياكل اكل جديد. هاي انا حطيت ثاني تحت المسوي طبعا يا اخوان، شغله الاكل شغله عاديه، بس اهم شيء ايش؟ انك تصرف على لما بدك تطعمي جوز بدك تعرف كيف تطعميه، بدكش تضيع اكلك وعلفك على الفاضي. تمام؟ لانه يا اخوان العلف هذا بعد التكنيس بنكهر بعض الاحيان، يعني وين بدي اطعميه؟ وين بدي اوديه؟ يعني اذا صرت مكنسه بشوال بدي اضطر افرط الشوال عند الزواجر عشان ياكلوه وارجع انظفه؟ لا بنكب، فحرام يا اخوان، حرام. يعني انت برضه بتصرف وبتتعب وبتشتغل عشان تطلع، عشان تقدر تطعم الحمام. فاذا انت كل شوي كل فتره بدك تطلع لك 3 كيلو علف مكبوب على الارض، حرام. انا بنصحك اعمل الحركه هاي، الجوز اللي بتحط له العلف مثلا هيها ضراي وقمح وعلف مركز وشعير وشويه خبز مثلا، شويه خبز، هاي الخلطه مثلا، تمام؟ تلاقي الجوز بنقب الضراي والقمح والشعير، وبخلي مثلا العلف المركز والخبز طب العلف المركز والخبز مش اكل؟ اكل صح؟ اكل. طب هذا الاكل يعني ليش ينكب مثلا؟ بينما هسه عندي انا لما تلقاهم قاعدين بنقوا بس القمح والشعير وثلاث اصناف سايبينهم، برضه حرام، ثلاث اصناف هذول راح ينكبوا. فعشان هيك الجوز اللي بيكون عنده علبه علف وبنقب العلف عندك تنكيب، لا تحط له علف لحد ما ياكلوا غصب عنه العلف كامل، يفضيه كامل، ارجع طعمه. هاي نصيحتي مني لك يا صديقي. بعديها انت بس تشتغل معاهم يومين ثلاثه على النظام هذا، بصيروا تفهم الحمام اذا انا ما راح اكل مش حينحط لي غيره، حيضطر ياكل العلف اللي انت حطيت له اياه غصب عنه. شوف الجوز هذول هيما بنقبوا تقنقيب، طلع مش عاجبهم، طلع مش عاجبهم، لسه مش عاجبهم، دير بالك. طلع الطيره كيف تنفر نفر العلف، تنفر نفر، شايف؟ هذا بيدل على انهم قاعدين بنقوا تنقاي، بنقوا العلف اللي بدهم اياه، بينما شوف العراجنة كيف؟ شوف كيف؟ مبينة بتاكل، طلع مبينة بتاكل، ما بتنفر العلف. خلينا نطلع نشوف الحمام اللي بدنا اليوم نكشها. طبعا اخوان طعمينا الحمام كلها، هاي الامور تمام. الارز كله اكل، هاي الجوز هذول بيضات ما شاء الله. الارجاني عن حاسية هذول بيضات. ما شاء الله في جواز كثير بايضة، في جواز كثير مفكسة الحمد لله، في عندنا جواز هدول فقسن امبارح. بس الطيرة قاعدة بتحط لها علف انا، بس ابصر شمالها. الفحل ما شاء الله، هي فرخين، ما شاء الله فرخين حلوات. حلوات بالصحة مش حلوات بالشكل يعني، انهم لسه ما بينوا. طبعا هدول هيوم ما اكلوا طلعوا قديش تركين علف. بس خلص هذا بنخليه عندهم عبال ما يخلصوا. هاي زقات ماكلات منيح وزقات منيح كمان. انا هسه راح اساعدهم يعني، بس يعني بدي الجو يبرد شوي، لانه احنا هسه تقريبا ما بعد الظهر، الساعة هسه 2:00، ف بدنا شوي 2:30 حتى، بدي اطلع لهم انا مثلا بعد العصر، الجو براد، بجهز لهم الخلطة تبعت العلف، بنحط لهم اياها، بنطعميهم، بوكلوا بشربوا، بشربوا مية وبشبعوا، وبنسيبهم لليل الساعة 12 بالليل. بطلع بلف لفة على الفراخ كلها كمان، بزقهم انا على ايدي عشان يا اخوان برضو
نكسب صحة الفرخ، نطلعه إن شاء الله فرخ جامد. طب إحنا قديش عندنا فرخ أبو يوسف؟ شوف عندنا 1 2 الحمد لله، 3 4 تمام، واثنين 6 الحمد لله، 6 و2 8 بدناش نحسب هدول، 1 9 1 10 فراخ، عندنا 10 فراخ. كان في فرخ خان شوي تعبان قلعناه، وكان في فرخ خان شوي تعبان برضه قلعناه، لانه بدناش نتغلب بطعام زياده عن اللزوم. طلع يعني اخوان كلمه قلعناه يعني راح على الذبح. طبعا انا يا اخوان الفراخ اللي بتطلع عندي مش كويسه، مثلا اعرج افكح ملوح فيه اشي، بوزعه للذبح. يعني في ناس يعني بنعطيه، يا اما احنا بناكله اذا اجى عبالنا بناكل الفراخ، يا اما بنوزعه لناس يا اخوان مريضه بتاكل الشغلات هاي. يعني الحمام كثير فيه فوائد، بس بعرف شو هي، بس فيه فوائد الدكاتره بنصحوا فيها بطعمه في الزغليل والشغلات هاي، فاحنا بنوزعه. يعني عرفتوا كيف الفراخ؟ يعني مش بنكبها مثلا خلاص، يعني زي الفرخ هيو ضعيف شويه ممكن نقلعه. هذا فرخ زاجل انا محوشه مع فرخ عرجاني جوا نحاسي، هدول الاثنين بدي اوديهن ايش للذبح. هذا امبارح اخوه كان تعبان، مع انه صحته منيحه، بس اخوه يا اخوان مشكلته في اشي برجله، قلعته على السريع وديته على الذبح. تمام، زي هيك يعني، والله يفيدنا بالجميع، يعني الناس تستفيد واحنا نستفاد كمان. هذا الفرخ اول فرخ بنفطم عندنا ان شاء الله، هيو حينفطم اول فرخ بالفراخ. هاي اهله بيضات ما شاء الله، نحاس الطير حلو، لسه ببينش معك صح، ببين معك على لما يخلف ان شاء الله. الطيرة هاي مالك بيقول لي انه تحتيها كان في بيض اول امبارح، وانا امبارح صورت لكم ما كانش في تحتيها اشي، فانا محتار هسا اقسم بالله ما انا عارف هو كان تحتيها ولا ما كانش تحتيها. شوف الزق ما شاء الله، كمان بالزق وامورها منيحة 100% ان شاء الله. يلا خلينا رنا احمد العايد اقول له عشان يجي ياخذ الطيرة هاي، هاي دقلعها، هاي الطيرة عند احمد العايد في جلف قراقطة حلو، جلف تركي، راح اعطيه الطيرة هاي واجيب انا طيرة للشفر هذا ان شاء الله عن قريب، خليكم معنا. طبعا يا اخوان طلعنا على السطح، جو حلو والله، في شوية هواء حلوات بس حامي بنفس الوقت، يعني الهواء مغطى على الحرارة، بس هذا الجو لما يكون هواء كثير هيك والحرارة حامية بتنحرق انت من الشمس. فراخنا ان شاء الله يا اخوان بنكترهم، طبعا هدول 2 4 6 8 فراخ، هم المفروض 10، بس في فرخين هنا يا اخوان صاروا يفسدوا، وبديش اعلم فراخي على مفسد. تمام، زائد عندنا هنا كم من مخلف، يعني هو يعتبر فرخ لانه يا اخوان اللهم صل على سيدنا محمد بواقي الرجتين و3. تمام، هي ما فكيناهم، واليوم حيكون ان شاء الله حنكشهم. فكيت الاربع اخوان وهذا خليته شويه اخوان لانه على الصمايه، يعني بصراحه حرام اطيره هو على الصمايه، صمايتهم نبزه هيك لو ضغطته زياده عن اللزوم شويه ممكن صماياته تفقع، فخليته ملزق. تمام، هاي زي ما انتم شايفين ملزق. فكيت هذول الاربع امبارح وحبستهم، واليوم موعد طلعتهم ان شاء الله حتكون على السطح، اليوم موعد طلعتهم للكش، اليوم راح اكش لكم اياهم واحد واحد ان شاء الله. خليني اطلع حار بس يتنشر، لانه بما انه هذا الاسد ما في مشكله لو طلع يتنشر، روح اطلع غاد شو نسل، لانه ملزق ما في مشكله لو طلع يتنشر، خليه يتنشر يلعب زي هيك الحكي. هذا فراخنا هدول اخوان بصراحه لازم اضغط عليهم شوي بصراحه، يعني صار لازم فز هذاك، هاي الشفار يعني بلشت تتشجع تطلع على السوق، والزواجل هسا عن الزواجل البيض الاثنين كرشتهن. تمام، هاي شايفين ضل عندي الزاجل الازرق والزاجل الاسود، الزاجل الاسود روح لي اصلا بطير يعني. تمام، ضل عندي الشفرين والزاجل الازرق والقزازي هذا، شايفين لسه صغير، انا فطمته صغير كثير كثير، ديروا بالكم فطمته. اخوان كمان مش متشجع على الفراخ كثير، لان الفراخ قلال بصراحه هيك، يعني زي ما تقول مش متشجع لهم. فرخين الاشفار، اخ واحد وقع، بعرضك لا تقع، هيو الحمد لله ما وقعش.
تمام اخوان، بس هو هيك يعني كرش الفرخ هيك بده، يعني بدك اول اشي تضايقه وتخليه يطلع على الرفصه، يعني زي هال لو ضايقته زياده عن اللزوم شويه بيحاول يشد حيله يطلع، عرفتوا كيف؟ بس يا عمي صغير، انا عارف انه صغير يا اخوان، لسه جناحه مش منشف والله، فطمته صغير كثير كثير، بس ايش شفته باكل قلت خلاص كثير كثير يعني صغير فطمته. واحد بصفر مش عارف الي ولا لمين فرخ الشفر، طلع خايف انا انقزه زي هيك يقع، واكبر غلط اللي انا بعمله ديروا بالكم لا تقلدوه في المنزل لانه ممكن يقع الفرخ. اوه اسف 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 بالله عليك شرفك، وقع دار الجيران خلاص الحمد لله. هيك يعني اهون بلا، ايش هذا الحمام؟ من وين بيجينا هذا الحمام؟ شايفين فرخ الزاجل هذا؟ شفتوا انا بقول لكم يعني اقسم بالله يعني احيانا بني ادم بيغلط، وانا هين ها يعني تطير على سطحي رحت وقعته، طير على سطحي رحت وقعته، بس بدي انقز له اخوه هذا هيك خليه يشوفه بلكي نزل على السور. انزل 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 هيك ما شاء الله، فرخ الزاجل هذا كثير يعني منيح. هيا اجا شايفين ما طول الفرخ، بعدين اكل لفه هيك طلع. هاي في طير، في طير جاي علينا والله العظيم، تعي 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 والله في طير. هي 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 شايفينه؟ ايه شو هذا؟ طير اسود شكله هندي، هندي اسود. نزل راح تمام. هيك اخوان الفراخ هاي ان شاء الله مش راح نزعجها اكثر من هيك، لانه بصراحة صار وضعها بخوف. هسا اليوم انا بدي اعطي فرصة لمين؟ لهذا بصراحة بدي اعطيه فرصة، انه هذا يعني حكول الشباب اعطيه فرصة لساته فطم جديد، ولو فسد عادي والحكي هذا، فراح نعطيه فرصة ان شاء الله، بينما هذا ملوش فرصة عندي، هذا حكى معي واحد صاحبي عليه راح نعطيه ان شاء الله، هذا راح يوقف شاب صاحبي ان شاء الله. طبعا حمامنا ما شاء الله يعني عندنا حمام حلو يا اخوان، بس انا مشكلتي ما بعرف اصور لكم منيح، لاني انا بكون بصور الحلقة بدي اعطيك معلومة، بديش افرجيك طير حلو، انا بدي اعطيك معلومة، بدي اوصل لك معلومة، عرفتوا كيف؟ يعني ما باخذ نظرك في الطير الحلو، بخليك تتفرج على الطير الحلو بس، وما تعرف شو انا قاعد بصور وقاعد بضيع في الوقت عليك، لا، انا بحاول دائما اعطيك المعلومة، فإذا بدي اعطيك معلومة مع طير حلو صعب، لأنه الحمام ما زي ما أنتم شايفين لازم أوقف لك زي هيك وفرجيك الحمام وأقول أعطيك معلومة، طب ما هي المعلومة بتيجي بوقتها، يعني مثلا ممكن أكون أنا طالع على الدرجات أعطيك المعلومة. في طير بيرفرف فوق الدار، إيش هذا؟ هذا فرخي تمام؟ ممكن المعلومة تجيك تجينا أعطيك إياها وأنا طالع على الدرجات، فيا إخوان ما بقدر يا أخوي ما بقدر. طلع ما شاء الله عندنا شوية حمامات حلوات هسه بفرجيكم إياهم، اشي محترم. طبعا هنا عندنا 20 حبة هان طلعوا ما شاء الله صلاة النبي، انا كنت حابب بصراحة احط بكل خشة 10 حبات، بس اضطرينا نعمل خشة جديدة اللي هي هناك نفتح يعني نحط فيها حمام جديد، فصار عندنا الوضع شوية مأزم، عرفتوا كيف؟ مأزم. هاي ما شاء الله صلاة النبي، شوف الكينجات السيكيات البرامليات اللهورات الدج الاحمر صلاة النبي، طلع البقدونسي صلاة النبي، الاسطنبولي الاحمر، الكينج البراملي الاحمر، لهور ومنافيخ، ما شاء الله عندنا حمام حلوة يعني لا يغرك، بس انا بصراحة ما كيف بحكوها مش عارف اصور، او يا اخوان يعني بصراحة ما بقى يعني بديش انا الهي اخذ نظرك في الحمام الحلوة وانسيك معلومة، ما احكيلكش معلومة، هاي هي الفكرة. طلعوا ما شاء الله هان، طبعا انا ما بحبش النوري ديروا بالكم ركزوا معي، ما بحبش النوري وعندي 10 نوريات، هذا اشتريناه جديد النوري اللي مقرفل، طبعا النوري حلو ديروا بالكم، معواله مضبوط جميل الطير تمام، الحلبي الاحمر طبشيري صلاة النبي ونوري قراقطة، وهذا النوري الاحمر يلي اخوان اللي جاي كركن، بس هذا اخوان صار يقطع وخفت عليه، بيقطع هبل بيقطع زي الاهبل، لو جاجة تنط قدامه بنزل عندها. نوري احمر ثاني مقرفل صلاة النبي، عندي اثنين مقرفلات، واحد قرفيلته قال لورا وواحد قرفيلته لقدام، يعني هذا قرفيلته لقدام هذا قرفيلته لورا، كيف لما ترفع شعرك لورا زي هيك ويطلع من هنا هيك شعرات ومن هنا شعرات نفس الشيء. وهذا اليهودي اللي بدنب كمان حطيته مع النوريات، نوري الاسود والطبشيري تبعنا القوي زمان، هذا الطبشيري تبعنا احنا كنا نطلع مع القويه، هذا الطبشيري
الاصفر سوري مش الاحمر. تمام، حطينا هان 10 حبات وهنا في 12 حبه. طبعا انت ما تحسبهم مش 12 لانه فيهم الباكستانيه، هاي الباكستانيه هاي يا اخوان فيها رده ملوحه اصلا، بس بتاكل وبتشرب وبتطير وامورها تمام. وللعلم ما بعدي انا، ها طمع حمامي وما بتعدي. تمام، فيها عراقي احمر، شخشلي اسود، بربريسي ازرق، بالونيات واحد احمر واحد اسود. عندنا ابو جاهل ابو رجل المقطوعه، وعندنا المكوي الاحمر، وعندنا سلفر احمر، وعندنا مكوي ازرق، واربشات اثنين، واحد اسود واحد ازرق. ايوه واحد اسود واحد احمر سوري فوق بعض صلاتنا. تمام، يعني عندنا حمام، مش انه ما عندنا عشان تكونوا عارفين، عندنا حمام. وهون يا اخوان طلع الشفر، هي فز على الرفس، هذا الشفر يلي اعطيناه فرصه. وعندنا هدول الاشفار الغوالي على قلبي انا يا اخوان، انا يعني بصراحه اقرب شيء على السطح لقلبي الاشفار والبواز، لاني يا اخوان هدول راح اشتغل عليهم السنه الجاي يعني ان شاء الله. الله الله يقدرنا يعني، وان شاء الله نشتغل عليهم ونظبطهن ونقويهن، وان شاء الله يعني يكون وضعنا فيهم خير. طبعا هذا الشفر، هذا الشفر جديد، هذا الشفر جديد انا طلعته من الزق، وفي شفر تاني كمان انا طلعته من الزق. وينه؟ وها هيو هذا انا طلعته من الزق، وطلعت واحد كان عندي كنت اكشه. وينه؟ هيو كمان كنت اكشه طلعته، كنت زق وعطيرة وما عبى البيض ثلاث مرات، طلعته على السطح مرة ثانية. يلا خليكم معنا. طيب اخوان وحبايبي، اليوم المساء نفس اليوم اللي قلنا لكم فيه اليوم راح نكشف فيه الحمام. طبعا انا فاكك هسه كل الحمام مفكوكة، بس ما راح افك، مش راح اطلعها كليتها، راح نطلع طير طير، واهم اشي تكون الحمام جعانة. خلينا نجرب اول مسوي. ضروري جدا يكون جوعان. راح نبلش باول واحد، اصغر فرخ فيهن. تمام، اصغر فرخ فيهن ونجرب. طبعا هو امبارح طبعا اكل وشرب واموره تمام بالليل وحافظ السطح تعب، واهم اشي لازم يكون جعان عشان نسيطر عليه. زي ما انتم شايفين كيف الجوع. هسه لو صفرناه وطلعناه على الرفصه مره، حلو طلع على الرفصه، حلو شايفين هاي على الرفصه، نزله نزل قبل ما الفله. تعي طلع كيف حيجيني على السريع جعان الطير. بس هذا اللي بدي اوصل لك اياه، انه الطير لازم جعان يكون. هسه حنقزه على الرفصه ونجرب. في الحمام طبعا يعني اليوم لو لف نص لف فعال، طبعا لانه كمان مش شايل حاله جعان كثير. دعي دعي دعي، هيو طاير في الحمام شايفينه، هيو اخر واحد لف عكس في الحمام اخر واحد، ان شاء الله يطلع. هيو حط، تعال تعال، دعي 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 دعي، كمل طير هيك بخوف صار. تعي 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 تعي، بس في علف بيحط. ايه ايه تعال 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 تعال، هيك حيضيع مش هيقدر يطلع. تعي برا، تعي 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 حبيبي تعال. خوف الحمام شايفينه، خوف لا يغرك انه فرخ، خوف. فكر فكر كم مره قبل ما ينزل على الارض عندي. خلينا نمسك هاب ونطلع اخوه، خليكم معنا. طبعا يا اخوان هاي اخوه، والثاني هي هناك جوا عشان ما حدش يقول انه ايش مثلا كشيت نفس الطير. جعان كويس، طلع الرفصه كويس. تعي تعي تعي، جعان هيا شايفينه ما شاء الله عليه زي الفريرة اللي مسوي. الله يبارك فراخ لساتها الحمام.
يلا نجربه. مشكلة باللفة الواطية. بس هي طاير. تعي. الله شديد الطير شديد. تعي. مع انه بواقي الأربعة. بس والله شديد. تعي 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 تعي. يلا حط تعال. هاي 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 كسر كسر كسر. يا عين عليك حبيب قلبي. لا خلينا وشالين. انزل يلا اللي بعده. طبعا يا اخوان انا بس اليوم هيك هعمل، بعد هيك مش حصور، يعني حصور لكم شو عملت فيهم، بس ايش قاعد بفرجيك، بخليه يلف نص لفه نص لفتين ويحط. بعد هيك انا بشتغل معاه الشغل الثاني اللي ايش؟ اللي لازم اشتغله صح مع الطير، انا هسه قاعد بشتغل معاه حركات مبتدئ. طير بشتغل معاه كاني مبتدئ، هيو المسود قدام عينكم، تعال. خليني اغفه احطه في الجن واجيبه. نيكست اللي بعده. انا اطلع وارجع لكم خليكم معنا. طبعا يا اخوان هي فلتته قبل ما اصور لكم اياه، بس هيو وهي الاثنين الثانيات موجودات عشان نكون في المصداقيه. طير جعان كمان. تعي شوفك راح تجيني على لف. حلو كويس. طلع براس الحمام. وين راح؟ هاي حط حط حط. حلو حط. تعال كويس حبيبي. طبعا بس هاي بداية يا اخوان، انا اعتبرني مبتدئ قاعد بكش طير، انا بفهمش بالحمام قاعد بكش طير، هيك اعتبرني انا قاعد بعلم المبتدئ. الكلام هذا للمبتدئ يا اخوان. تمام الكلام هذا للمبتدئ. بس هاي التصديرة مع البتنين. انا بيهمني اني اتاكد انه طير حمام او لا، بس عرفتوا كيف؟ عشان ما بدي اقدر ان نلحق نمسك الحمام الثاني. خليني امسك هذا. تعال تعي امسكه واطلع اخوه بعديها بصير خير. تعي خليكم معنا. من يا اخوان هاي الثلاث هون، واحد الرابع فلتنا. الله يستر من الرابع، فزته بتخوف. تعي تعي تعي. جعان نجربه جعان. ايوه بالحق شلالة كثير بس منيح. ايوه امورك لوز. لا لا تعال بمزح معك. تعي 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 تعي. وين رايح يا زلمه؟ تعال وين رايح يا غالي؟ وين وين يا حبيبي؟ والله بمزح معك. تعال بدك تفز فز مع الحمام، تفزش لحالك. بخوف هذا يا اخوان، اقسم بالله بخوف. امشي بين لك انه طير حمام، بعد هيك سهل كل شيء سهل. يلا خلينا نلحقه في اخوانه. نتاكد مش معناتها انك لفيت نص لفه خلاص. نتاكد بس. أي صلاة النبي. تعي 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 تعي. حط 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 حط. تعطيك العافية حط حبيبي. هيو حط. طبعا الاخوان الحمام بواقي، عشان تكونوا عارفين الفراخ بواقي الريشة والريشتين والثلاث، فيعني احنا بس بدنا نعرف انه طير حمام او لا، بدناش نشد عليه نضغط ونموته. تعي ايوه ضل علينا نطلع المسود المكابي نرجع لكم خليكم معنا. طبعا يا اخوان بصراحة انا قلقان من هذا، الوحيد القلقان منه، بس يلا عملنا معك الصح. شو ضل؟ تعي 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 تعي. خلينا نجرب معه اخر واحد، بعديها هيك امورنا تمام ان شاء الله. دائما بتخاف منه بيفصدمك دائما. فكيت شكلك موجود اليوم الطير، عرفتوا كيف؟ تعي
اليوم فكيت شكلته عشان هيك الطير لسه مش عارف انه بطير كنه. تعي تعي تعي. الله اكبر، العزة لله ولا اله الا الله. جادنا المغرب. تعال يلا. يلا تعال. حاضر. طبعا هو بس يعرف انه بطير بس. ولسه مش جاي. صميته طرف دي وقالت الطير صميته هالقط. يا اخوان الطير يعني بصراحه لهون وبنوقف معه، بدناش نخسر الطير نخرب جناحه ونفقع صميته، بنسيبه احنا لحاله بين الحمام يلعب زي هيك اليوم. تمام، بنسيبه يلعب لحاله اليوم بين الحمام، وبكره ان شاء الله لنا شغل معه. هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يكون عجبك المقطع، اتمنى تعملنا لايك اشتراك شير. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هاي الطريقه الوحيده يلي ممكن انك تسيطر فيها على حمامك كلها وما تطير زي ما علمناكم. هي يما الخمس حبات، هي الاربع حبات طاروا قاموا وحطوا زي الحلاوه، وهذاك هيو قاعد بيلعب على الرصه. يعني لو فيه امل انه بده يشرد كان فز وما رجعش، بس الطير قاعد. تمام، هاي افضل طريقه انك تقعد فيها الطير على السطح، ما بدهاش معلمانيه كثير ولا حكي فاضي كثير. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.